الدكتور محمد فايز فرحات. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ ضياء. وفي الحقيقه طبعا شكر موصول للاكاديميه دكتوره رشا راغب والامانه الفنيه للحوار. في الحقيقه طبعا انا بس حابب يعني اعبر عن تفاؤلي الشديد، استمعت بانصات لكل الكلمات الساده القامات اللي سبقوني، وفي الحقيقه لاحظت انه هناك توافق كبير رغم يعني ما قد بدا في البدايه، لكن في تقديري ان في توافق كبير خاصه حول المرجعيات الاساسيه التي تحكم هذا الحوار. وقضيه المرجعيات اعتقد انها هي القضيه الاساسيه او البوصله المحدده لهذا الحوار، فاعتقد ان كان هناك توافق كبير في كل الكلمات حوالين هذا الحوار. يعني أحب أن أشكر جدا الأمانة الفنية لأنها قدمت إجابة حقيقية على تساؤلات كانت مطروحة قبل بدء هذه الجلسة. طوال الأسابيع الماضية كان هناك حوار أقرب إلى الحوار المجتمعي في كل منصات الإعلام والصحافة. أعتقد أنه الأمانة الفنية قدمت ترجمة دقيقة لما تم خلال الأسابيع الماضية، وأيضا إجابة على بعض الأسئلة المهمة اللي كانت مثارة خلال الأسابيع الماضية، وكان أهمها أو يعني على رأسها قضية السياسي والاقتصادي. هل هذا الحوار حول قضايا سياسية أم حول قضايا اقتصادية؟ أعتقد أنه أمانة مجلس الأمناء وأعتقد والهيكلية الحوار بشكل عام، أعتقد أنها يجب ألا تغفل رأيي وهذا التعبير وهذه الإحصاءات المهمة، أن هذا الحوار هو حوار حول مستقبل البلاد، ومستقبل البلاد لا يتعلق بقضايا سياسية فقط أو قضايا اقتصادية واجتماعية فقط، ولكن أعتقد أن هذه البيانات وهذه الإحصاءات شديدة الأهمية وتعبر عن الجدال أو الحوار الذي تم على منصات مختلفة قبل أن تبدأ هذه الجلسة. فيعني أود أن أشكر بشدة جهد الأمانة الفنية على ما قامت به. نقطة أخيرة أو يعني أود فقط يعني ربما هذا تحصيل حاصل أو أن يعني تعبير آخر أننا نتحدث عن المستقبل، أعتقد أن اللحظة التي يجري فيها الحوار الوطني لحظة شديدة الأهمية، وأعتقد أننا يسهل جدا أن نقارن هذه اللحظة أو هذا الحوار بما يجري في حولنا في المنطقة، حوارات أخرى ولكنها حوارات حول أمور وفي سياقات شديدة الخطورة. حوارنا بالفعل هو حوار حول المستقبل محكوم بمرجعيات محددة، وفي تقديري أن هناك توافق كبير حول هذه المرجعيات كما حدث. شكرا جزيلا.